السلام عليكم ورحمة الله. كان الرجل في الجاهلية إذا زهد في امرأته فهو لا يريدها ولا يحب أن يتزوجها غيره، ماذا يفعل؟ كان يحلف ألا يقربها، فكان يتركها كالمعلقة إضرارا بها وإذلالا لها. ثم أن أهل الإسلام كانوا يفعلون ذلك، فأنزل الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين يحلفون بالله ألا يجامعوا نساءهم، فيحلف بالله ويقول: والله لا أطئك، والله لا أجامعك، والله لا أمسك، تربص وترقب وانتظار 4 أشهر. قد يضطر الرجل أحيانا لاستخدام تلك الوسيلة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فروت لنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يدخل على نسائه شهرا. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن فاءوا ورجع الرجل إلى زوجته فإن ذلك أحب إلى الله تعالى، فإن الله غفور لما وقع منهم رحيم بهم. وهذا يعتبر حنث بيمين الإيلاء، ويجب عليه كفارة. فما هي كفارة يمين الإيلاء؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الإيلاء كالسلاح في يدك، تستخدمه للتأديب والتصحيح وليس للإيذاء والإضرار بالزوجة. ولكن انتبه جيدا، أجمعت المذاهب الأربعة أن الإيلاء فوق 4 أشهر محرم، ولا يحل له بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو أن يعزم بالطلاق. جزاكم الله خيرا. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن